تعال نشوف مجموعة من نجوم النادي الأهلي. يلا. الجمال اللي بنحبهم كلهم وجهوا رسائل للكابتن سيد عبد الحفيظ، نتابع. أولا طبعا أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، وسعيد بوجودي مع حضرتك، وسعيد أكتر بوجود الكابتن سيد عبد الحفيظ أخويا طبعا وصديقي وعشرة العمر كله، واحد من اللي ليهم فضل بعد ربنا على الواحد، واحد طبعا على المستوى بقى الإداري، وواحد من أفضل المديرين الكرة اللي الواحد اشتغل معاهم، وطبعا كان مشارك طبعا في كل البطولات، معظم البطولات اللي النادي الأهلي حققها، أعتقد كان له دور كبير جدا ودور بارز جدا لكل الناس، وطبعا في غنى الواحد يتكلم عن الدور دوت لان كل الناس شايفاه وعارفاه. اتكلم برضو على المستوى بقى الفني، ان اي مدير فني اعتقد اللي هو اتمنى يكون معاه مدير كوره زي كابتن سعيد عبد الحفيظ، يساعده في احتواء المشاكل وتوفير كل الامور الفنيه الاداريه والفنيه اللي بتساعدك انت كمدير فني او تساعد الجهاز الفني اللي هو يقدر ينجح. اعتقد طبعا دوره واضح جدا وهو اكبر من الواحد يتكلم عليه طبعا بشغله وبامكانياته وبقدراته. اتمنى له طبعا مزيد من التوفيق والنجاحات والبطولات، واتمنى له على المستوى الشخصي يعني ليه ولاسرته كل النجاح وكل التوفيق، وسعيد طبعا بوجودي معاكم مره تانية، واتمنى ان شاء الله تكون حلقه مميزه ان شاء الله ليك وان شاء الله. شكرا يا كابتن مصر، شكرا يا فنان. مساء الخير يا سيكا يا جميل. السكة طبعا انت يعني ده اسم النيك نيم اللي انا بقول الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي هو يعني عشته كلاعب وشفته وهو بينجح كمدير كورة، اعظم مدير كورة في النادي الاهلي بعد العظماء الكبار جدا كابتن طارق سليم ورمضان، كابتن ثابت البطل، وقبل كده مديرين كرة كتير سبقوه هو مشي على خطاهم، ووحش واسد وغيور على النادي الاهلي في كل وقت، هو اللي بيتحمل مسؤولية، هو اللي بيكون المصد كبير للدفاع عن النادي الاهلي. طبعا في ملايين بتدافع عن النادي الاهلي، هو صوتهم وهو يعني حامل شعله الجماهير الكبيره دي اللي بيعبر عن رايهم واللي بيعبر عن قد ايه النادي الاهلي كبير وعظيم. السلام عليكم، مساء الخير، ازيكم كابتن سعد حفيظ، تحياتي ليك. لما طلب مني ان انا اقول كلمه في فيديو الكابتن سعد حفيظ قعدت افكر كتير جدا ايه اللي ممكن يتقال لشخصيه يعني اعتقد انها محبوبه من كل الاهلاويه، كل الناس اللي بتتعامل مع الكابتن سعد عبد الحفيظ كان ممكن اقول لك ايه. الحقيقه انت عارف معزتك وغلاوتك عندك يا سيد، وعارف قد ايه احنا عشره عمر وتربينا واحنا صغيرين سوا في النادي وفي المنتخب، وكل لحظة كنا بنقضيها مع بعض كنت بتكتسب احترامي وباحترام اي حد حواليك، ويعني ده اللي انا اقدر اوصله ليك، ان كل الناس بتحبك، كل الناس بتعزك، كل الناس بتقدر المجهود اللي انت بتقوم فيه سواء بقى في شغلك او حتى مع اصحابك وزمايلك اللي بره، سواء بقى في اي حد ممكن يلجأ ليك بمشكلة عنده. كابتن سعد حفيظ من الشخصيات اللي دايما دايما تحترم نفسها وتحترم اللي حواليها، اتمنى له كل التوفيق، اتمنى له انه دايما دايما يبقى في العالي ودايما محب النادي ودايما حاط صد دايما لناديه. اتمنى لك يا سيد كل التوفيق، بحبك وانت عارف زمايلك بيحبوك وكل اللي لعبوا معاك بيحبوك قد ايه، ان شاء الله اللي جاي احسن واحسن واحسن. مساء الخير يا كابتن سيد، بصفتي فرد من افراد الجهاز الفني وبنتعامل مع بعض بقالنا اكتر من ساعتين بصفه شبه يوميه، احب اقول للناس قد ايه انت انسان محترم وراقي على المستوى الانساني وعلى المستوى المهني، انت راجل محترف وفاهم شغلك كويس ومتمكن من ادواتك، انت احد اهم عوامل النجاحات اللي حققها النادي الاهلي الفتره الاخيره والانجازات اللي حققناها في الاشهر الاخيره. بتمنى لك دايما النجاح والتفوق في حياتك الشخصيه وفي حياتك المهنيه. سيد مش صاحب، سيد مش زميل، ملاعب، سيد اخ، سيد ربنا مع بعض من واحنا 9 سنين، وهو احمد الكبير كان بالنسبه لنا احنا الاثنين قيمة كبيرة، وكان هو السند لينا واحنا صغيرين. سيد علاقتي بيه
علاقة فوق ما حد يتخيل. ممكن يعني ما نشوفش بعض فترة كبيرة، بس يعني أنا وهو أكتر من إخوات. على الناحية الشخصية سيد إنسان ولا أروع، شخصية ما اتغيرتش مع الزمن، شخصية ما اتغيرتش مع المناصب، شخصية فوق الاحترام. لو أنا اتكلمت عليه هجامله والناس هتقول عليا إن أنا بقول بديله زيادة عن حقه، إنما ده أقل من حقه. ربنا يديم المحبة اللي بيننا، وربنا ربنا يبارك فيه ويبارك له في أولاده، في يوسف اللي الناس فاكره اسمه معتز وهو اسمه يوسف. ربنا يبارك له في تسنيم ومريم، ربنا يخليهم له ويبارك له فيهم. ان شاء الله اشوفهم احسن الناس، وان شاء الله في يوم من الايام اعتقد سيد هيبقى في مكان اكبر بكتير يستحقها. توفيق يا سيد. في رايي كابتن سيد عبد الحفيظ من انجح واهم الكوادر الاداريه اللي موجوده في مصر. انك تكون موجود فترات طويله على راس الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي كمدير للكره شيء مش سهل تماما. عنده كم من الخبرات في ظل التعامل اللي كان موجود مع كابتن حسن حمدي في بدايه عمله، ودلوقتي مع كابتن خطيب اداله كم خبرات كبيره جدا واثقله جدا. شريك نجاح في البطولات الفتره اللي فاتت. سيد عبد الحفيظ كان ليه دور مش هقول خافي، ولكن مش كل الناس كانت تعلمه. سيد تدخل في اوقات حرجه جدا جدا في الموسم، انه يرفع الضغط عن اللعيبه ويرفع الضغط عن الجهاز الفني، وده شيء مش سهل، ده شيء محتاج كم خبرات كبير جدا وذكاء شديد جدا، ونجح في ده، وكان ليه دور كبير جدا في تتويج النادي الاهلي بالبطولات مع كابتن خطيب والمجلس الاداره. بتمنى له التوفيق وبتمنى له دايما النجاح وموفق دايما. كل التحيه لجمهورنا العظيم في كل مكان، وجماهير النادي الاهلي احتل تويتر، جمهور الاهلي والجماهير العظيمه اللي بتتابعنا تويتر كله هذه الحلقه. كابتن سيد عبد الحفيظ الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده، سيد عبد الحفيظ كل الخمس هاشتاجات موجودين، سيد وكابتن سيد وابو السيد وخمس وصدى البلد والاهلي واحمد موسى، يعني خمس ست هاشتاجات موجودين زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. كابتن سيد اهو على صدى البلد، ابو السيد، خمس ست هاشتاجات ترند تويتر، جمهور النادي الاهلي احتل تويتر. الحمد لله. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. يلا.